نعرفها مع السيد رمزي الرماح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية. صباح الخير سيادة المستشار. اهلا بك يا استاذ شيناز، واهلا بزميلك الاخ العزيز استاذ محمد، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي الفضائية المصرية في هذا الصباح. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني استاذ رمزي، يعني لو تحدثنا مع حضرتك بشكل اكثر عمقا يعني عن اهمية هذه الزيارة بالنسبة للجانب الليبي، ايضا بالنسبة للجانب المصري انعكاسات هذه الزيارة من النواحي الايجابية اللي ممكن تعود على الجانب المصري منها. اولا اشكرك اخي محمد على هذا السؤال المهم جدا والذي كنت فعلا اود ان ابدا به، وهو الأهمية الحقيقية لهذه الزيارة. ربما لم يلاحظ أخي العزيز أستاذ محمد بعض المراقبين أن هناك شخصية مصرية موقرة وكل التوقير والتقدير طبعا للوفد المصري واكبت هذه الزيارة وهذا الوفد، وهي شخصية سيادة اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المكلفة والمختصة بالشأن الليبي ونائب مدير المخابرات الحربية المصرية. هذا الرجل حقيقة يعتبر مهندس عاوز العلاقات الليبية المصرية بهذا الشكل. هذا الرجل ذهب إلى طرابلس قبل شهور والتقى مع بشاغة وقبلها مع المشير أركان حرب خليفة حفتر. فالزيارة حقيقة أخي العزيز وعبر الفضائية المصرية هي زيارة أمنية بامتياز، رسالة من مصر الكنانة تقول وتوجهها إلى العالم أجمع أننا لن نقبل بضياع ليبيا ولن نقبل بعقد أي انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل انتشار فوضى السلاح، في ظل وجود مرتزقة، في ظل وجود ميليشيات، لدينا 50 مليون قطعة سلاح. وبالتالي نعم مصر سوف توقع اتفاقيات، وكما ذكر دولة الرئيس هي مذكرة تفاهم تحتاج إلى لجنة عليا وإشراف واجتماعات، ولكن مصر نقولها بتجرد حريصة كل الحرص على الثبات على المبدأ الذي نهجته منذ 7 سنوات، وهو لن يكون هناك ميليشيات في ليبيا ولن يكون هناك سلاح منفلت ولن نقبل بوجود مرتزق واحد على الأراضي الليبية. نعم أخي العزيز. نتكلم على بعض الكلمات في غاية الأهمية سواء من الجانب الليبي يا فندم أو من الجانب المصري. الجانب الليبي بالتأكيد يعني حارس على المشاركة ودعم التعاون والأفاق أفاق هذه التعاون في كافة المجالات خاصة مجالات التنمية، وبالتأكيد ليبيا تحتاج إلى هذه التنمية في الفترة القادمة في كافة المجالات والأوجه. الجانب أيضا المصري اللي شدد على عدد من الكلمات في غاية الأهمية، وبداية من دعم الجهود الليبية في دعم وقف إطلاق النار وتحقيق التنمية في البلاد والشركات المختلفة واللي على إثرها أيضا تضمنت عدة وثائق في كافة المجالات. توضيح برضو حضرتك أكتر وأهم ما جاء من كلمات من الجانبين المصري والليبي. نعم طبعا أولى نتائج هذه الزيارة التي أتت على هذا المستوى الرفيع جدا بعد 10 سنوات، طبعا أولى هذه النتائج هي اليوم سوف تصل أول طائرة ليبية تعبر الأجواء الليبية مباشرة إلى الأجواء المصرية وسوف تحط في القاهرة. أيضا تم الاتفاق على افتتاح السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي بعد عدة فترة مباشرة. أيضا تم التأكيد من الجانب الليبي أن ليبيا أرضا وشعبا وحكومة يعني مع الأمن القومي المصري أينما حل وأينما ذهب، وأن مصر الكنانة هي الشقيقة الكبرى، وأن نحن في ليبيا وربما هذه المعلومات حصرية لكم الآن طلبنا بشكل رسمي في هذا الاجتماع بتدخل عاجل من القيادة المصرية الحكيمة لرأب الصدع في عدم توحيد المؤسسة العسكرية. دولة الرئيس دبيبة صرح في روسيا منذ أيام أنه تم توحيد كل المؤسسات بنسبة 80% إلى المؤسسة العسكرية. أمس تم الطلب رسميا من دولة الرئيس دبيبة إلى أخيه وشقيقة دولة الرئيس مصطفى مدبولي أن تتحرك مصر بشكل عاجل، لأن مصر على أراضيها تمت اجتماعات القيادة العامة القنصلية الليبية ولجنة 5 وما إلى ذلك، وبالتالي
هذا الأمر مهم جدا، لأنه لن يحصل أي نوع من الاستقرار في ليبيا أو الاستعلاء الدستور أو الانتخابات الرئاسية البرلمانية أو حتى البنية التحتية إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية لكي نذهب للانتخابات الرئاسية البرلمانية. وبالتالي كلمة مدبولي وكلمة دبيبة كانت كلها تصب في العمق المصري الليبي. أيضا نفتخر ونتشرف بأن تكلل هذه الزيارة المكوكية بزيارة فخامة الرئيس عز فتح السيسي، ويحل ضيفا على ليبيا ويعطي رسالة للعالم أن ليبيا بعد العشرية السوداء تستحق منا جميعا كمجتمع دولي أن نقف معها. وبالتالي نحن نأمل خيرا أن تتوج هذه الزيارات بمزيد من التفاهمات، بمزيد من التوقيع على اتفاقيات مهمة جدا، ولعل أبرزها حقيقة الآن في هذه الظروف هي اتفاقية دفاع مشترك بين مصر وليبيا، اتفاقيات أمنية رفيعة المستوى، اتفاقيات تقنية، اتفاقيات تتعلق بكيف تخرج ليبيا من أزمتها وتنتقل إلى ما وصلت إليه مصر من رفاهية واستقرار في ظل القيادة الحكيمة للقيادة المصرية. نعم. طيب سيد رمزي، يعني لو تحدثنا مع حضرتك على أمر آخر يتعلق أيضا بهذه الزيارة، ما قاله محمد حمود المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إمكانية مشاركة الشركات المصرية صاحبة الخبرة، تحدث أن جانب كبير من هذه الشركات لديها خبرة وإمكانيات للعمل في الإعمار في ليبيا، لأي مدى إمكانية تفعيل هذا الحديث على أرض الواقع؟ نعم أخي العزيز، لا يستطيع أحد أن ينكر قوة البنية التحتية في مصر. أرقام دولية وليس أرقام محلية تتحدث أن مصر منذ 7 سنوات كانت في ترتيب 130 على مستوى العالم، الآن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 30 أو 27. وبالتالي القيادة المصرية الحكيمة أخذ على عاتقها عدة مسارات، من بينها البنية التحتية في مصر والإعمال وتشييد الجسور والتباري. والرئيس السيسي كان حريصا كل جمعة، وهذا ما شاهده المواطن العربي والمصري، كل صباح جمعة يتجول برؤية لمعرفة إلى أين وصلت الجسور والتباري والطرق والإنشاءات. وبالتالي نحن فعلا يعني حريصين أن نستفيد من هذه التجربة. وهذا الأمر للعلم أخي العزيز، قاله رئيس مجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي عندما زار القاهرة والقصر الاتحادية والتقى مع الرئيس السيسي، وأيضا دولة الرئيس الدبيبة حتى قبل أن يحظى بثقة البرلمان زار مصر وأكد على هذا الأمر. نحن شعبين شقيقين تربطنا مصالح مهمة جدا، لعل أبرزها البعد الجغرافي والبعد الاستراتيجي، وأيضا لا ننسى البعد الديمغرافي. لمن لا يعلم أخي العزيز أستاذ محمد أن هناك أكثر من 15 مليون مصري من أصول ليبية في مطروح والفيوم والبحيرة وما إلى ذلك، هؤلاء هم عمق استراتيجي مصري ليبي. أشكرك السيد رمزي الرميح مستشار منظمة الليبية للدراسات الأمنية، كنت معنا عبر الهاتف، ومستمرين مع حضراتكم في فقرة الصحافة. نروح بقى مع حضراتكم.